اهلا وسهلا بيكم في الفقره الحواريه الثانيه والاخيره من برنامج الاهلي الليله. قلت لكم في بدايه الحلقه وفي بدايه الانترو فقره مختلفه. ليه الفقره مختلفه؟ لان التوقيت الحالي مهم جدا نقدم للمشاهد وللجمهور الكوره بشكل عام ادق التفاصيل المتعلقه بكره القدم الافريقيه او كره القدم في العالم بشكل عام. والكوره مش مجرد لعبه في ملعب 11 ضد 11 وبس، لا، في تفاصيل كتير وفي جزئيات مهمه جدا ممكن نتكلم فيها. ضيف النهارده زي ما قلت لكم في البدايه طبعا هيكون معايا الاستاذ عمرو شاهين، هو مستشار وخبير تسويق في كره القدم. مشواره في هذا المجال ما جاش مره واحده، لا، تدرج في هذا المجال في درجات مختلفه. اولا بدا من خلال اداره الاعلام في الاتحاد الافريقي، ثم اداره المسابقات، حتى اداره التسويق. ترك اثر كبير جدا في اداره او في كل مجال في هذه المجالات داخل الاتحاد الافريقي، وكل اداره من هذه الادارات بالتاكيد ثقافه وفكر وافكار مهمه جدا عشان في النهايه توصل ان يكون عندك يعني تجميع لكل هذه المعلومات او تجميع لكل هذه الموضوعات، اعلام، مسابقات، تسويق، الماركتنج كمان ده حاجه مهمه جدا في اي مؤسسه او اي منظمه دوليه، ما بالكم طبعا باتحاد كره القدم زي الاتحاد الافريقي بيجمع فيه حوالي 52 دوله. ففكره كمستشار وخبير تسويق في كره القدم واستفاده الكاف منه في فتره زمنيه طويله، يعني بنتكلم في اكتر من حوالي 11 او 12 سنه، طبعا هساله على التفاصيل دي، لكن انا بقدم لكم شخصيه رياضيه وفي نفس الوقت كان ليه دور كبير جدا في تطوير عدد من الموضوعات داخل الاتحاد الافريقي. الاستاذ عمرو شاهين لا ننسى ان والده الاستاذ محمد شاهين مدير تحرير مجله الاذاعه والتلفزيون سابقا، وهو بالتاكيد كان شخصيه قديره، رجل يعني كان قدير جدا بالذات في مجال الاعلام، وكان من الكتاب الكبار في مجله النادي الاهلي ايضا كمان في فتره من الفترات، ومؤسس كمان مجله الثأر القطريه. هذه المجله كان ليها يعني صدى كبير جدا تحديدا في المجال الرياضي والمجال الاعلامي في فتره من الفترات. استاذ عمرو شاهين يعني منور النادي الاهلي ومنور قناه الاهلي، وحشتنا، بقالنا كتير ما اتقابلناش، لكن وجودك النهارده معانا بالتاكيد بيسعدنا جدا وبيسعد كل جمهور النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول متشكر لحضرتك جدا على المقدمه الهائله دي المبالغ فيها يعني. لا خالص. وطبعا انا هنا في بيتي يعني النادي الاهلي، فده بيتي في الاول وفي الاخر. زي ما حضرتك قلت من ايام الوالد الله يرحمه، ده المكان اللي احنا اتربينا فيه. فالواحد كانه في بيته، فانا سعيد ان اكون معاكم النهارده، وزي ما انت بتقول برضو يمكن كان جت فرص كتيره جدا للظهور في الاعلام، لكن الواحد كان بيحاول يكون بقدر الامكان مركز في ما يهمه يعني. لكن ما بنتاخرش لما بيطلبنا النادي الاهلي، وخاصه ان الحوار معاكم ان شاء الله بيكون شيق دايما يعني. اكيد التوقيت الحالي الكره في افريقيا وصناعه كره القدم في العالم محتاجه شرح ومحتاجه تفاصيل كتير، وحتى البطولات اللي احنا بنوصل لها او بنلعب عليها دلوقتي الناس ممكن بتفتكر المرحله اللي احنا فيها، لكن ما بتفتكرش عن المرحله اللي قبل كده اشتغلتها ازاي. قبل ما ادخل في كل التفاصيل دي، انت اشتغلت في هذا المجال سنوات طويله جدا وخدت خبرات غير طبيعيه في كذا اداره، وكل اداره طريقه عملها مختلفه عن الثانيه. لو عايزين نلقي الضوء على مشوار عمرو شاهين في الاتحاد الافريقي وبدا ازاي شغله حتى في الكره الافريقيه والادارات المختلفه على مدار سنوات طويله في الكاف، بدات ازاي الى ان وصلت كمدير لاداره التسويق والحقوق التلفزيونيه في الاتحاد الافريقي؟ يعني هو العمل في الكاف حقيقه بدا من فتره طويله، من حوالي 20 سنه او يمكن اكتر شويه، تحديدا من سنه 96. كان برضو الارتباط كان بالنادي الاهلي في الاول وفي الاخر يعني. هو كانت الفرصه، انا متذكر جد بالمصادفه، كان كابتن محمد عبد صالح الوحش رحمه الله كان رئيس النادي الاهلي، كان هو المدير الفني للاتحاد الافريقي وقتها، كان بيحضر حاجه اسمها التقرير الفني لبطوله كاس امم افريقيا 96 اللي كانت في جنوب افريقيا. وهو طبعا كان وقتها من اكبر خبراء كره القدم مش في مصر بس، في العالم كله. فكان طبعا بيحتاج ناس تساعده في التقرير الفني ده، وهو كان من الناس اللي بتاخد يعني على عاتقها الشغل بمنتهى الامانه والاحتراف يعني. فطلب مني ان انا اساعده وقتها، وهو طبعا كان المعرفه دي معرفه شخصيه، وفعلا اديت المهمه دي والحمد لله ربنا كرمني فيها، الراجل ابهر بالشغل. فيمكن حتى زي ما حضرتك ذكرت قبل حتى ما اخش في يعني في الجزء بتاعي، لان انا كنت قبل الكاف كنت بشتغل في الاعلام في قناه النيل للرياضه تقريبا، كانت الانطلاقه الاولانيه، وبعد كده اشتغلت في القنوات الخاصه فتره طويله ومن ضمنها القناه هنا طبعا قناه النادي الاهلي. لكن كان الشغل معايا من خلال الاعداد التقرير الفني عن كره القدم وتقريبا كاس امم افريقيا 96 دي كانت اول انطلاقه. بس عديت كده كره الاهلي كانت البدايه
في البث التجريبي 2008؟ لا الاهلي بصراحه ده يمكن في الاخر يعني، انا بدات مع النيل الرياضه في التسعينات، كان الجيل بتاعي وقتها الكابتن علي محمد علي والاخ العزيز حاتم بطيشه، وكنا يعني مجموعه كده، يمكن انا كنت اصغر منهم حاجه بسيطه يعني، بس مش عجزهم يعني، لكن بدات بعدهم بسنتين او ثلاثه يعني في الجيل الثاني اللي بعدهم على طول، فكان حاتم وعلي وطارق الدكتور طارق الادور، ودي المجموعه اللي بدانا بيها، وكانت بدايه قناه النيل الرياضه، بدايه اللي هي التخصصيه لقناه النيل الرياضه. مظبوط. حتى اتذكر كنا اول بطوله علقنا عليها هي في النيل الرياضه وقتها، وبعد كده دريم واوربت شو تايم والاهلي، عدينا على مشوار طويل يعني، لكن في الوقت نفسه دي كانت بدايه انطلاقه ان انا اخش في المجال بقى في كره القدم الافريقيه. فزي ما حضرتك قلت اشتغلت في الاول في اداره الاعلام مع دكتور فيكن، والحمد لله كان اعتقد كان في بصمه سريعه فيها، وبعد كده دوري ابطال افريقيا او الحاجه اللي كنت شغال عليها اكتر، المسابقات الانديه الافريقيه في اداره المسابقات، وبعد كده اخر محطه كانت هي اداره التسويق والاعلام التلفزيوني. في اختلاف ما بين الادارات الثلاثه؟ طبعا كل اداره متخصصه في حاجه، زي برضو يعني الاداره الفنيه كل حاجه متخصصه في حاجه، لكن انت عشان تجيد في عملك لازم ان انت تعدي على كل حاجه، يمكن يعني الاداره الوحيده اللي ما عدتش عليها في الكاف، وانا سعيد يعني ان ما كانش ليا بصمه فيها، كانت هي الاداره الماليه. فلكن الادارات الباقيه كلها يعني وانت تطورك مع الوقت ده مهم جدا، يعني لازم تعرف ايه اللي بيحصل وتتابع ايه اللي بيحصل وشغفك كبير. يعني تخصصي كان هو الاعلام والتسويق الرياضي، لكن ده ما يمنعش ان انا دخلت في ادارات تانية، وبالذات اداره، لان اداره المسابقات ما بتتطلبش متطلبات خارج الاطار ده، وإدارة المسابقات مرتبطة جدا بإدارة التسويق، لأن هي كفتين لازم توازنهم، هل هتشتغل من أجل الفلوس ولا من أجل النواحي الفنية، إزاي إن أنت تعدل، لأن للأسف الفلوس ممكن تطغى على الناحية الفنية ويبقى ساعتها الخسارة كبيرة جدا على الناحية الفنية من أجل تحقيق أرباح مالية، ودي معادلة بيحاول الناس كلها أو معضلة كرة القدم في العالم كله من اول الانديه اللي هي النواه الحقيقيه لاحتراف كره القدم، مش الاتحادات القاريه ولا الاتحادات الوطنيه الانديه، الى واللي هي هدفها الرئيسي تحقيق الاموال، زي عندنا المثل للاسف اللي موجود حاليا في انجلترا مانشستر يونايتد، او ان انت توازن بين الاثنين، ان انت تحقق نجاح مالي مع نجاح فني، او ان انت تركز فقط على النجاح الفني. ويمكن ناس كانت بتعمل مثلا برضو مواربه مش في محلها، ان كانوا دايما بيتكلموا عن نادي ارسنال ان هو نادي بيركز فقط على ان النجاح الفني او ان هو يعمل تيم صغير السن، ومش مهم عنده ان هو يحقق بطولات. البدايه بتاعت ارسنال ما كانتش كده، البدايه بتاعت ارسنال كانت فعلا على تحقيق بطولات، لما نجحت لفتره طويله ارسن فينجر ما قدرش يطورها مع الزمن، عشان كده المشروع بتاعه ما كملش، لان الناس كلها شافت هو كان بيعمل ايه وراحت عملته، فما بقاش عنده حاجه جديده يعني. لكن ده كان من انجح الامثله يمكن في مش في انجلترا بس، في تاريخ كره القدم يعني. تمام. طيب تطوير بطولة دوري أبطال إفريقيا ده كان جزء مهم جدا من اختصاصك وشغلك في إدارة المسابقات. البطولة حاليا بنظام الناس منبهرة بالشكل، منبهرة بالتطوير اللي وصل لشكل البطولة، لكن الناس ممكن مع التاريخ ما تبقاش فاكرة التطوير ده بدأ إزاي أو الفكرة جت إزاي. الأفكار والتطوير بالنسبة لك أنت فكرت فيه إزاي عشان تبقى في النهاية في دوري مجموعات ونوصل بهذا الشكل الاحترافي اللي موجود في دوري ابطال افريقيا؟ دوري المجموعات ما كانش الفضل يرجع ليا في دوري المجموعات، كان موجود يمكن حتى من قبل ما انا اتواجد في الكاف بصوره رسميه، يعني كان مهندس مصطفى فهمي هو اللي بيقود المجموعه دي، لكن انا كان فده الفضل يرجع ليه هو يعني، لكن انا الفكره اللي طرحتها وقتها كان تحويل دوري المجموعات الى 16 فريق، ومع فكره يمكن حتى كنت طلبت ان احنا نتوسع نوصل ل 32 فريق، ودي يمكن اللي كنت بتكلم فيها في المراحل الاخيره من عملي، وما كانتش بتلقى قبول كبير، لان يمكن في بعض الناس بتبص للاسف بمنظور خارج اطار كره القدم، يعني في بيبقى في خوف من سطوه انديه شمال افريقيا او انديه العربيه على كره القدم في افريقيا، ودي معضله يعني عندنا زي في اي مؤسسه في الدنيا، ومش بس في كره القدم، في كل المؤسسات الافريقيه معضله في النظره تجاه العرب
او في التنافس بين دول الانجلوفون اللي هي المتحدثه بالانجليزيه والدول الفرنكفون المتحدثه بالفرنسيه يعني. فكانت الفكره ان هي نوصلها للمرحله اللي حضرتك فعلا شايفها دلوقتي، ان انت بتلعب ب 16 نادي، لان كان في ناس عندها شكوك ان انت توصل ل 16 نادي. لا، 16 نادي ده بالعكس، انا شايف ان العدد المفروض يزيد عن كده، بس بشرط ان احنا نزود الرقعه للانديه اللي هي او للدول تحديدا اللي عندها قدرات اكبر، يعني يزود لدول زي تونس لتصنيفها اعلى. ده للاسف ما لقاش قبول داخل الاتحاد، لان هم مش مهم عندهم ان انت يبقى عندك مثلا اربع انديه من تونس، هو كل تفكيره ما انت مش هتدخل في المقابل غير ناديين من نيجيريا، فما ينفعش يبقى تونس يبقى عندها اربعه ونيجيريا عندها اثنين. لكن هو مع الوقت ومع الزمن في الاخر الافكار ما بتموتش يعني، في الاخر بتتغير، وايا كان الاتجاهات هي اللي بتنجح يعني. انا الموضوع ده بيذكرني برضو كان السيد عيسى حياته اللي هو كان الرئيس السابق، برضو كنت طرحت فكرة بطولة افريقيا تحت 23 سنة وقدمتها فعلا وتوافق عليها، وهو الراجل وافق عليها عن مضض يعني. هو كان ساعتها ادخل بطولة المحليين في افريقيا، وكانت فكرته وكان متمسك بيها جدا ولسه مستمرة لغاية دلوقتي. وانا طرحت وقتها بطولة 23 سنة وهو كان معترض وشايف انها لكن لقد يعني قبول داخل المكتب التنفيذي وتوافق عليها، وفي ناس اتشجعت لها جدا وتوافق عليها، ويمكن اتصادف ان مصر هتستضيفها ان شاء الله الشهر الجاي. انا مش عايز اقول لك ان دي كربحيه ماليه الى جانب مستواها الفني من افضل البطولات اللي بتحقق ارباح للاتحاد الافريقي لكره القدم بعد كاس افريقيا. فنجحت نجاح مذهل الحقيقه، وما كناش حتى متوقعينه يعني، حتى وانا بطرح الفكره ما كنتش متخيل انها تتطور بالطريقه دي. وممكن اظن مع الوقت برضو ان احنا يعني نشوف توسع اكبر في عدد المنتخبات اللي فيها يعني. طيب وقت ما فكرت في تطوير المسابقه دوري ابطال افريقيا، او ساعتها كان موجود المهندس مصطفى مراد فهمي وهو كمان طبعا كان مدير مسابقات بعد كده في الفيفا في الاتحاد الدولي، الهدف كان المنافسه كناحيه فنيه ولا الهدف كان ناحيه ماديه؟ الاثنين. الاثنين. الاثنين يعني. بقول لك هي اللي انت تقدر تعمله المعادله الناجحه ان انت تقدر تحقق الاثنين، ان انت تطور بطوله فنيا، وده اللي حصل. انت النهارده في 16 نادي اللي بيلعبوا في دوري ابطال افريقيا، يمكن لما كنت بتلعب 8 انديه كنت تقدر تقول نادي او اثنين اللي صعب اللي هم بتوع المستوى الرابع. اعتقد النهارده في وجود 16 نادي هم نفس النادي او اثنين، مش تقول خمسه او سته، لا هم نفس النادي او اثنين اللي انت شايف ان فرصهم صعبه مقارنه بال 14 التانيين. والزياده كانت مرتبطه بان المفهوم نفسه لازم يتغير، ان انت ما تقدرش تستمر ان انت تزود عدد من انديه من نفس القاره، لا كنت انت هتزود حسب المستويات يعني. انت كنت مؤهل ان انت تزود عدد الانديه من دول محدده زي تونس، زي جنوب افريقيا، زي مصر، الدول اللي هي متفوقه في السنوات الاخيره واللي عندها اكتر، زي الجزائر اللي عندها اكتر من نادي يقدروا يقدموا نفس المستوى من المنافسه. وده بيحصل في اوروبا دلوقتي. للاسف زي ما بقول لك برضه في حسابات ملهاش علاقه بكره القدم، ليها علاقه بحاجات ثانيه بتوقف الافكار دي لفترات طويله. ويمكن كده يعني ده من الاسباب يمكن ان كره القدم في افريقيا بتاخد وقت طويل جدا عقبال ما توصل للمكانه اللي هي المفروض على الاقل تكون موجود فيها يعني. غدا قرعه دوري ابطال افريقيا وملحق كاس الكونفدراليه. اولا المسمى، لان هنا الاعلام المصري بيختلف كتير قوي في موضوع المسمى، هي اسمها كاس الكونفدراليه ولا كونفدريشن كاب؟ هي كونفدريشن كاب هي كل المشكله. السؤال ده الموضوع ده يعني فاكر كان ايام يعني رحم الله فرح قدو اللي هو كرئيس لجنه الحكام الصومالي، كان ساعتها الكاف والفيفا دايما في يعني في تصل في مشاغبه ما بينهم يعني. فكانت الفيفا قدمت بطوله اسمها الكونفدريشن كاب اللي هي بطوله القارات. ايوه. والكاف قدم بطوله، كان عنده بطولتين، بطوله الكاب وينرز كاب اللي هي الابطال الكؤوس، والكاف كاب اللي هي كاس الكاف. فكان الطبيعي ان احنا لما هنوحدهم تحت بطوله واحده كان هتكتمل اسمها بالكاف كاب زي اليوروبا كاب اللي شغاله دلوقتي في اوروبا. لكن هو الراجل اصر على فكره الكونفدريشن كاب كنوع من المناكفه يعني في الفيفا، والفرق ما بينهم هو حرف الاس يعني. على اساس ان دي البطوله الخاصه بال، لكن هو عشان الكاف بيشتغل يمكن بثلاث لغات رئيسيه، وده صراع تاني برضو جوه المؤسسه يعني الموضوع اللغات ده. فحتى في بعض المسميات حتى اللي هي الافريكا نيشنز كاب كالناس البايلينجوال يعني يعرفوا ان ده مسمى مش باللغه الانجليزيه ما هو سليم 100% يعني. فافريكا نيشنز كاب ده الاسم اللي هي الاكبر بطوله يعني. لكن يعني ما اعتقدش انها حاجه مؤثره على الكوره يعني. لكن زي ما انت بتقول هي يمكن الناس اللي بتركز شويه تلاقيها ملفته ومش يعني مش مستصاغه جدا، وكان في تفكير والله كذا مره انها تتغير، بس للاسف ما يعني الناس ما حطتهاش كاولويه. انا حسيت يعني بالمعنى ده لما بنتكلم مع زملائنا الصحفيين في شمال افريقيا، فهم بيقولوا مسمى واحنا بنقول مسمى.
فكنت لا عايز... هم بيسموها كاس الكونفدراليه يعني هم اللي عندهم بيقولوها يعني ترجمه حرفيه مباشره كاس الكونفدراليه. لكن زي ما بقول لك ملهاش تاثير مباشر يعني على البطوله يعني. طيب قرعه دوري الابطال غدا وملحق الكونفدراليه بالنسبه للفرق الخسرانه في دور ال 32 والمتاهله من دور ال 32 في البطوله الكونفدراليه، شايف القرعه بكره ازاي والتنظيم والشكل وتصنيف الفرق وعدد الفرق كمان؟ يعني دوري الابطال بنتكلم في حدود حوالي 9 10 فرق عربيه وكلهم سبق لهم الفوز بالبطولات الافريقيه. يعني كذا مره عدى علينا الموضوع ده، لكن زي ما انت بتقول كان في يمكن حتى في اللقاءات الادوار السابقه الدور السابق يمكن الترجي كان عنده النجم كان عنده معركه يعني كان بيلعب كوتوكو، الماتش ده تاريخيا ده نهائي يعني النجم كوتوكو ده دور 32 نهائي نهائي دوري ابطال افريقيا مش مباراه، وعشان كده بقول لك البطوله تقدر تستوعب عدد اكبر من الانديه. لكن وقدر يمكن النجم عدى بمعجزه يعني، انا تابعت يمكن الماتش اللي هو اللي كان في تونس بصراحه كان مثير جدا، يمكن الحكم بتاعه حتى كان حكم مصري كابتن ابراهيم نور الدين وبعد عمل مباراه ممتازه الحقيقه. فمن بطولات اللي هي يعني يجب الاهتمام بيها بصوره اكبر يعني زي ما انت بتقول المنافسه هتبقى كبيره جدا. من فتره طويله ما شفناش فرقتين من الجزائر المغرب تونس مصر، وان شاء الله يعني ربنا يوفق الزمالك يبقى مصر كمان عندها فرقتين، فيبقى الاربع دول العربيه الكبار معاهم فرقتين. ما شفناش انجولا بفرقتين بيترو وبريميرو دي اجوستو، بريميرو يعني صارف كتير في الفتره اللي فاتت ممكن يكون حقيقي. مفاجاه في البطوله دي. ف يعني هي مبشره جدا مبهجه جدا، لان لو بصيت عليها من منظور تاني اللي هو الفرجه الدول او الفرق اللي متاهله كلها عندها ملاعب كويسه اغلبها، مفيش غير يمكن نادي واحد بدون يعني ذكر اسم النادي هو اللي ملعبه متعب شويه. فالمفترض ان كمان مستوى الاخراج التلفزيوني يكون على مستوى عالي للبطوله دي ان شاء الله. فاعتقد انها هتبقى يعني زي ما حضرتك قلت هتبقى بطوله جامده جدا يعني. كمان من الكونغو الديمقراطيه في مازيمبي وفيتا. خلاص مازيمبي وفيتا اصبحوا ضيوف يعني ثابتين في البطوله يعني، مازيمبي وفيتا احنا بنتكلم بقى لنا يمكن دي ثالث سنه على التوالي، فما تقدرش تقول ان ده وجه جديد يعني. انت انجولا اول مره نشوف فرقتين يرجعوا جديد، ده جديد. ساوث افريكا للاسف او جنوب افريقيا كالعاده بيقع لهم نادي لسبب او لاخر، لكن تواجدهم مهم جدا وخاصه تسويقيا، وخاصه ان هم عندهم لعيبه كتير جدا افارقه محترفين في صفوف انديتهم. ليه تسويقيا؟ لان الكوره في يعني الكوره في افريقيا ببساطه مصدر المال فيها بيجي من بلدين، من جنوب افريقيا رقم واحد ومن مصر رقم اثنين. لو شلت جنوب افريقيا ومصر مفيش كوره في القاره الافريقيه على مستوى التسويق يعني. الترتيب ده هو ليه علاقه طبعا بالمستوى الاقتصادي للبلد، بتعداد السكان، باهتمام السكان، بشغفهم بكره القدم، بعلاقتهم بكره القدم، باستثماراتهم في كره القدم. طبعا البلدين دول هم يعني مصر تحديدا العلاقه خاصه بمصر مش بالتسويق، في جزء طبعا كبير بالتسويق لكن الجزء الاكبر خاص بالمشاهده التلفزيونيه. جنوب افريقيا الاثنين، لكن الجزء الاهم هو الخاص ب التسويق الرياضي. تمام. جنوب افريقيا الدوله الوحيده في جنوب افريقيا اللي كان عندها رعاه زي ام تي ان وشركات اخرى شاركت مشاركه مباشره في رعايه البطولات الافريقيه، الدوله الوحيده في القاره الافريقيه اللي عملت مشاركه داخليه للبطولات الافريقيه من رعاه داخليين عندها. وهي الدولة الوحيدة اللي عندها محطة أو نتورك أو محطة تلفزيونية عملاقة بتغطي تقريبا القارة الأفريقية كلها وبتستحوذ على حصة كبيرة جدا من سوق الإعلام التلفزيوني في أفريقيا. فطبعا جنوب أفريقيا سوق مهم جدا. فزي ما بقول لحضرتك البلدين دول لو أنت شلتهم من القارة الأفريقية يقع الاتحاد الأفريقي. طيب وجود 10 أندية عربية بيدي البطولة منافسة فيها دربيات أو كلاسيكويات، كلاسيكو ما بين كل فرقة والفرقة يعني، الرجاء والوداد يعتبر كلاسيكو في المغرب، الأهلي والزمالك نفس الموضوع. مش بنتكلم مثلا فرقتين ممكن تكون فرقة كبيرة أو فرقة فازت بالدوري بايلاك أو طلعت مركز تاني فمالهاش اسم كبير، لكن الفرق اللي موجودة كلها فرق دربيات في بلدها. ده المستوى ده بيدي للبطوله تسويقيا ازاي قبل ما يكون ناحيه فنيه وانت بتعمل القرعه يعني بتعمل لها دراسه؟ الوجود بتاع الفرق دي على فكره بيبالغ فيه من ناحيه الحديث عنه، لانه فعليا مباراه الاهلي مع مازيمبي اصعب كتير جدا في لوبومباشي، اصعب كتير جدا من مباراته مع الرجاء في كازابلانكا. ده اللي المنطق بيقوله. مباراه الاهلي حتى مع فيتا
في برازافيل هتكون اصعب كتير جدا من انه يواجه شبيبه القبائل في تيزي اوزو. ده اصعب كتير جدا، ده رايي على الاقل على المستوى الفني يعني. لكن احنا بنبص لها زي ما حضرتك قلت بالظبط، انها مواجهات بيبقى فيها حضور جماهيري كبير جدا، وبالعكس ده بتلاقي كمان ناس بتسافر احيانا المسافات دي بالذات من جماهير الالتراز من الانديه بتاعت شمال افريقيا عشان تحضر المواجهات دي، فهو ده اللي بيديها الطعم والنكهه في المنافسه اللي حضرتك بتتكلم عنها. لكن على المستوى الفني بالعكس في مواجهات قد تكون اصعب يعني، باستثناء طبعا الترجي، باستثناء الوداد من شمال افريقيا، اعتقد المواجهات الاصعب هتبقى خارج الاطار العربي يعني. خارج الاطار العربي ما بين مثلا الاهلي وصن داونز، الزمالك مثلا مع فيتا مازيمبي، تبقى هنا المستوى صن داونز اتطور كتير جدا حقيقي. اصبح فريق محترم جدا 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 في السنوات اللي فاتت، شفنا طبعا النتيجه التاريخيه اللي تعرض لها الاهلي في جنوب افريقيا السنه اللي فاتت، يمكن اسوأ تاريخ يعني نتيجه في تاريخ النادي الاهلي. فيتا ومازيمبي مباراتين ما فيهمش اي ضمانات وانت بتلعب هناك، اجواء صعبه جدا، لان انت مهما سافرت اخرك المغرب 5 ساعات عشان توصل للكونغو الديمقراطيه، بتاخد كذا روت، اقل روت فيهم ممكن يوصل لتسع او 10 ساعات، مرهق جدا، اقامه صعبه جدا، تنقلات صعبه جدا، اجواء صعبه جدا، رطوبه عاليه، فبتبقى حاجات صعبه جدا في يعني في اطار كره القدم حتى للعيبه. الماتشات دي ماتشات رزله يعني، هو بيبقى رايح وشايل هم الماتش ده، عكس الماتش بتاع شمال افريقيا ده هو رايح يعني مستمتع ان هو هيروح يلعب رغم من صعوبته ورغم ان ممكن يبقى فيه توتر وكل الكلام ده، لكن هو سعيد انه يخش في الاجواء دي مفيش شك يعني. اداره التسويق بتحسب الامور دي؟ ما بندخلش فيها، ما بندخلش فيها يعني الكلام ده، ما بندخلش، احنا بندرسه في كنا بندرسه مثلا وبندي توصيات اللي ايه اللي المفروض يتعمل وايه اللي ما يتعملش. احيانا كتير جدا ما كانش بيتاخد طبعا بالكلام، لكن لكن انت بتدي توصيات ان ازاي تطور البطوله، ان انا زي ما بقول لك هي دايما كانت المعادله ان انت ازاي يبقى في تناغم بين المسابقات وبين التسويق. لو في تناغم ده اكيد هيبقى في مصلحه المنظمه في الاخر. فانت بتحاول تحقق من التناغم ده حاجتين، ان انت ترفع مستوى المسابقات، لان انت بالتبعيه لو رفعت، ويمكن الناس فاهمه القصه غلط يقول لك ان بتاع التسويق عايز دايما بس، لا، انت لو رفعت مستوى المسابقات هتسوق بطريقه اسهل، لانك هتلاقي طبعا ناس انترستد او عندها يعني اهتمام بانها تشتغل في البضاعه بتاعتك بصوره اكبر. فالاساس ان انت تبدا تطور مسابقاتك، طول ما انت بتطور مسابقاتك وطول ما انت بتجدد فيها يعني. من الحاجات المؤسفه يمكن الناس ما تعرفهاش، كان في تقرير نزل بدون يعني ذكر مصدره ايه، كان بيتكلم على ان مباريات الاتحاد الافريقي وصلت ل 740 مباراه. ده تقرير وان ده رقم قياسي، ده للاسف رقم مؤسف جدا، لان انت كاتحاد افريقي العدد ده مش هقارنك بالاتحاد الاوروبي لان ده طبعا مستبعد، ده يوصل تقريبا نص عدد المباريات اللي بينظمها الاتحاد الاسيوي. ففي يعني في روم او في مساحه كبيره جدا ان انت تتطور وان انت تكبر من عدد مسابقاتك. انت في مسابقات ما تعرفش عنها حاجه، كره القدم، السيدات، الفوتسال اللي هي الكره الخماسيه، كل دي حاجات انت مش موجوده حتى على الخريطه عندك في الاتحاد الافريقي لكره القدم، ومنها حاجات بصراحه يعني علامه استفهام انها ما تبقاش موجوده. طيب ازاي بيتم تقييم الانديه في الوعاء اللي هو بيتم في القرعه؟ كل وعاء بيبقى فيه حوالي 4 انديه، لان بيبقى 4 مستويات، تصنيف اول ثاني ثالث رابع على 4 مجموعات. بيتم التقييم ازاي وازاي بيتم احتساب عدد النقاط لكل نادي؟ هو الموضوع ده ما اتغيرش بقاله فتره طويله يعني، هو اتذكر زي بالظبط الموضوع اللي هو الكوميدي اللي دايما بيتصار بتاع نادي القرن اللي كان عامل يعني يمكن داخل مصر، هو داخل مصر بس الحوار كان دايما بيبقى عليه، بيبقى يعني فتره كده تسليه كل شويه الناس بتتناوله. لكن هو نفس ال 12 في ساعتها في جريده الاخبار اليوم في سنه 98، هو يعني هو النظام ما اتغيرش من ساعتها. كل اللي غيرناه وقتها انا متذكر ان احنا طورنا لما جينا لعبنا دوري ابطال افريقيا، فالعدد قلنا مش ان بس ان البطوله اتحولت لدوري مجموعات، ده لا، ده احنا لازم نحسبها بدل 4 نقط للفايز 5، لان مستوى البطوله هيبقى اعنف بكتير، لان انت ما بقتش بتلعب خروج مغلوب، انت بتلعب جروب ستيج او دوري مجموعات، فمعنى كده ان الفريق الاكفأ فعلا هو اللي هيكسب. وفي دوري المجموعات انت بتواجه الافضل فقط، لان يعني دايما في كره القدم ده عرف احنا عارفينه ومتبع في اللعبه من قديم الازل يعني، ان طول ما في مجموعات طول ما دايما عندك فرصه ان الافضل هو اللي يتاهل، ان دايما في فرصه اولى وفرصه ثانيه وفرصه ثالثه. فحتى لو في ظروف طبيعيه في شوط او في ماتش او في مباراه كامله او في يوم كامل، تقدر تعوض في مره واثنين وثلاثه، فدايما الافضل والاكثر، زي بالظبط يعني قصه الدوري والكاس، انت ما تقدرش تختلف على ان الفريق بطل الدوري هو البطل في الدوله دي، لكن بطل الكاس ممكن يكون فريق جاي من الدرجه الثانيه، ده شيء وارد جدا يعني.
طيب الاول كان النظام دور المجموعات ده في دور الثمانيه، ما كانش دور ال 16. نفس المقياس في التصنيف بيتم احتسابه؟ اختلفت حاجه، وانا يمكن يعني الفتره دي حتى كان ليا تعليق عليها، لكن يعني اعتقد ان انا اقدر اتكلم فيها دلوقتي، ان انا مختلف تماما في اللي حصل. يمكن الناس قاعده بتتكلم في النادي القرن ومش نادي القرن، دي للاسف دي مجحفه جدا، ويمكن النادي الاهلي استفاد منها هو والتلات انديه اللي يعني وصلوا للادوار النهائيه في التلات سنين اللي فاتوا، اللي هو من دخول 16 فريق، ان انت خليت البطل بياخد 6 نقط على اساس ان هم يمكن ما نسيوا يعملوها في اول سنه، لكن عملوها بعد كده، فبقى البطل بياخد 6 نقط، وده مش منطقي. يعني كان الاوقع ان انت ان انت البطوله ما تغيرش نظامها، انت ما زلت بتلعب دوري مجموعات، ما جبتش فرق من مجره تانية او من مكان تاني، هي نفس الفرق بس بقيت بتقابلها في مجموعات بدل ما كنت بتقابلها في نوك اوت، وبتقابلها في نفس الادوار. يعني انت بتلعب برضو دوري مجموعات وبعدين دور 8، فما زادش عندك دور واحد. فالمنطق كان يقول ان انت الاوقع ان انت بدل ما بتزود نقطه، وده كتير جدا، لان انت هتيجي بعد كده هتلاقي نفسك ان قبل 3 سنين البطل خد 5 نقط، وبعدها بسنه واحده البطل خد 6 نقط لمجرد ان انت بقيت 4 مجموعات. انا رايي الشخصي كان شايف الاوقع ان انت كنت تعمل العكس، ان انت الاربعه اللي زادوا من تحت، اللي هي الاربع انديه اللي زادت، كان كل واحد فيهم ياخد 0.5 نقطه بدل نقطه من فوق، لكن يظل البطل ب5 نقط. يعني انا مش شايف اي فرق بين بطل نسخه 2015 مثلا وبطل نسخه 2014. ده في ظلم كبير جدا للانديه اللي حققت بطولات. ممكن يكون شاف ان المستوى الفني زاد ففرصه الحصول على لقب بقت اصعب. عشان كده بشرح لحضرتك مفيش زياده حصلت، في زياده في عدد الفرق، لكن انت نفس الفرق دي هتلعبها في النوك اوت. يعني زي الماتش اللي ذكرته لك دلوقتي، انت عندك ماتشات نهائي افريقيا هتلعب في دور 32، عندك الماتش بتاع الهلال وماتش بتاع كوتوكو النجم الساحلي. هو نفس الامر اللي حصل بالظبط، الهلال وانيامبا النيجيري بالظبط، فالهلال وانيامبا والكوتوكو والنجم الساحلي فالاوقع طبعا ان انت كنت تبص، للاسف يعني هو كان في اندفاع ان انت بصيت من فوق ما بصيتش من تحت. الاوقع ان انت كنت تزود الراجل اللي داخل تحت ده 0.5 نقطه اللي هو هيطلع اخير في الاربع مجموعات، ولا انكش تزود نقطه كامله للبطل. يعني نقطه كامله للبطل معنى كده ان انت بتمحي تاريخ الناس اللي اشتغلت من سنه 98 او من سنه 96 على النسخه الجديده لغايه سنه 2014، حوالي داخل في 10 سنين شلتها لهم بمنتهى البساطه. يعني البطوله السنه دي مختلفه عن البطولات السابقه، لان كان في اتجاه ان الفاينل يكون مباراه واحده. لو بتدرسها من ناحيه التصنيف، هو القرار اعتقد هو صدر قرار فعلا بعد الازمه بتاع بعد الازمه بتاع الترجي والوداد، صدر قرار ان هم يلعبوا مباراه واحده. بس الاتجاه كان بيقول في المكتب التنفيذي او القرار لما صدر، انا كنت متوقع ان يكون تحديد البلد او الملعب اللي هيستضيف النهائي قبل انطلاق مباراه دور ال 32. صعب انت يعني، زي ما بيحصل في اوروبا. انا بتكلم كمتابع دلوقتي. ما احبش اميل لان اتكلم على القرار بصوره يعني الناس ادرى بتقوم بيه، لكن انا بصراحه انا اتفاجئت بالقرار ده. يعني في شويه قرارات صدرت في خلال السنه اللي فاتت تحديدا كانت صعبه جدا، وكان من ضمنها القرار ده، ان انت بتتكلم ان انت وتحديدا يعني خلينا مركزين في كره القدم، ان انت هتلعب نهائي دوري ابطال افريقيا مباراه واحده، صعب جدا. يعني انا النهارده مثلا شايف الاهلي في فورمه عاليه جدا السنه دي، الوداد دايما منافس، الترجي دايما منافس. لو افترضنا ان الاهلي هيلاعب الوداد، ويمكن ممكن اقول لك مثلا ان المباراه قد تقام في الكاميرون، فانت متخيل المباراه هتقام في الكاميرون بين الاهلي مثلا والوداد او الترجي والوداد في الكاميرون، مقارنه بالمهرجان اللي كان عندك السنه اللي فاتت في كازابلانكا. يعني هو انا في رايي الشخصي ان ده تسرع كبير جدا. احنا لا يمكن، ودي يعني ازمه بصراحه بتعيشها افريقيا من زمان، يعني مش ملوش علاقه حتى بالاداره الحاليه، ان دايما عينك على اوروبا رغم ان انت ما تقدرش تقلد اوروبا في كل حاجه. يعني انت ما عندكش سلطه التنقل، وعشنا القصه دي. يمكن سوبر الناس اللي بالظبط حضرتك حضرت القصه دي، الاول السوبر عرفناه في مصر، ما كانش اول سوبر لكن ده كان اول سوبر عرفناه في مصر، لما الاهلي والزمالك لعبوا بعض في جنوب افريقيا بالظبط، مباراه ما حضرهاش 30 نفر يعني، ودي مكان ديستنيشن سياحي يمكن رقم واحد مش بس في القاره الافريقيه، ده من التوب 10 في العالم يعني. بس ممكن يتغلب على ده الفكره، ان يطرح يحدد المكان اللي هيتلعب فيه المباراه النهائيه، ويطرح التذاكر هتوصل كام قبلها يعني بفتره 6 شهور مثلا. على فكره ما ينفعش تطرح قبلها ب6 شهور، لان انت عندك مشكله ان انت الفرقتين مش هتحددوا عندك غير قبل المباراه ب2 اسبوع. حضرتك بصيت على الجدول، انت مش هتعرف الفريقين اللي هيتاهلوا للمباراه النهائيه غير قبلها ب2 اسبوع. فده تناقض كبير جدا يعني. يعني اعتقد ان هو قرار متسرع، وانا في رايي الشخصي ان مع الوقت هيتم التراجع عن التراجع ده، يعني القرار مره ثانيه. يمكن القرار ده كان ردت فعل للمهزله اللي حصلت في يعني في رادس في السنه اللي فاتت، اللي هي الازمه اللي لسه عايشينها بتاعه الترجي والوداد. يعني هي ما خلصتش؟
يعني ما انا ما اعرفش، انا ما عنديش فكره بصراحه، ما عنديش فكره ان الوضع انتهى على ايه يعني، او هينتهي على ايه يعني. طيب البطوله شايف ان ممكن تكون بتمر بازمات يعني، قدر الامكان بيحاولوا يشتغلوا عليها او بيحاولوا يطوروها، بس بتمر بازمات معينه فممكن تكون عائق شويه، ولا الامور ماشيه بشكل افضل في تنظيم المسابقه؟ لا اعتقد ان يعني السنه اللي فاتت البطوله باستثناء طبعا الازمه الرهيبه اللي شفناها في المباراه النهائيه، الامور ماشيه كويس جدا، الناس بتجتهد اكيد في شغلها، فالامور ماشيه كويس. الفكره نفسها بتاع نجاح 16 فريق يعني دايما بيبقى عندك في اي مكان، ما اعتقدش بس في مكان زي الاتحاد كره القدم الافريقي، ولكن في اي مكان دايما بيبقى عندك مدرستين، المدرسه القديمه والمدرسه الحديثه اذا كان صح التعبير يعني. ففي ناس بتبقى متحفزه مش عايزه تشوف يعني حاجه، هم من يتعود على وضع، ويمكن دي بالذات كانت في اخر ايام عيسى حياته كانت صعبه جدا، لان الراجل كان نفس يمكن المعضله السياسيه اللي عشناها في مصر، ما بيبقى في نظام موجود لفتره طويله جدا الناس بتبقى قلقانه جدا من ايه المتغيرات اللي ممكن تحصل يعني. فده نفس القصه يمكن عاشها الاتحاد الافريقي لكره القدم في الوقت ده، فكانت الافكار الجديده بتبقى بتواجه مشكلات يعني بيتصدى ليها، لان انت عايش على نظام بالظبط، وقلقان جدا من اللي جاي، اللي جاي ده هيبقى نتيجته ايه يعني. نهاية 2019 بين الترجي والوداد، احنا بالنسبة لنا او حتى العالم كله اتكلم عليه تجربة جديدة وموقف غريب، وكان ليك يعني تويتة مشهورة، وكان ليك تجربة قلتها في موضوع الفار، لان هو كان الجزء الاساسي والرئيسي في مشكلة هذه المباراة كان الفار، تقنية الفيديو. كان ايه تعليقك على هذه المشكلة وتقنية الفيديو تحديدا، انت ليك وجهة نظر فيها بشكل عام؟ لا الفار يعني ما اعرفش انت رجعت قصة الموضوع ده، بس يعني هنحاول نقوله سريعا. هو التويت بتاع الفار انا قلت تصادف ان الكلام ده حصل في المباراة، ده اللي اقصده بالظبط، لان من كده بدات المشروع ده وانا موجود في الاتحاد، كنت عايز اعمل حاجة اسمها ميديا هاب. ميديا هاب يعني استوديو كامل في الاتحاد، يبقى لينا استوديو كامل زي الاستوديو اللي حضرتك قاعد فيه ده، بكاميراتنا بمعداتنا بكل حاجه، لان كان المستقبل، ودي يمكن كانت مشكلتي مع الشركه اللي كانت بنتعامل معاها لاجاردير، يعني تضخمت جدا في الايام الاخيره، ان هو ان انا عايز اتحرر شويه بالكاف من المعضلات الاعلاميه اللي عندنا. فكنت عايز اعمل ميديا هاب نقدر ان احنا من خلاله نسوق او نعمل منتج بتاعنا احنا، منتج داخل الاتحاد، ويبقى من خلالها في استوديو اتابع بيه المباريات والكلام ده. فبدانا كنت بشوف في لاول مره النقاط الرئيسيه للفار، وبعدين بعد ما يمكن رحلت عن كاف بدات ساعتها ابص على التجربه بتاعت الانجليز تحديدا اللي بداوها السنه اللي فاتت، لان الانجليز بيتناولوا الفار بطريقه مختلفه جدا كالعاده عن العالم كله. عملوا يعني موسم كله اوف لاين بالظبط، فبيتناولوه بطريقه مختلفه تماما عن العالم كله يعني. فاللي انا كنت اقدر اقوله لك واللي كان الواضح يعني، كنت بشوف اصلا الاولاد اللي هم الحكام بيبعتوهم في نادي الصيد اللي هنا اللي في 6 اكتوبر بيحاولوا يمرنوهم. مشكله الفار مش بس في الاكويبمنت، مشكله الفار مش في الاجهزه، كمان في ان انت تعد الحكام اللي هم حكام الفار للمهمه دي، ده الجزء الرئيسي. ففي جزء بشري وفي جزء تقني. الجزء التقني احنا مش جاهزين له بالمره، لان الناس شافت فار في كاس العالم في روسيا عن طريق شركات انتاج تلفزيوني مش موجوده في القاره الافريقيه، ومستحيل انها تتواجد بعدد هذه الكاميرات. يعني اقول لك ابسط حاجه، ما تقدرش النهارده ان انت تقارن انت رؤيه مباراه شفتها ب 48 كاميرا على مباراه هتشوفها ب 8 كاميرات. يعني انا عايز اقول لك ان مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا ده اتعمل ب 8 كاميرات. فالمنطق بيقول ان اللي فكر في الفكره دي الترجي والوداد اللي كان في كازابلانكا ولا فرنسا، مستحيل ان انت تخرج بثمان كاميرات المباراه اللي هي كانت في تونس اللي كان عليها المشكله. بس الجهاز ما راحش. لا ده الجهاز ده موضوع تاني، انا بكلمك عدد الكاميرات. الكاميرات اللي هتشتغل للجهاز، اللي هتشتغل للجهاز. انت طالع في المباراه بثمان كاميرات، ففي حاجات يعني من اصعب ما يمكن، وانت الماكسيمم بتاعك في المباراه 12 كاميرا. ففي حاجات مقدمات يعني انت بتعمل حاجه ده شو، مش بتعمله بقى ان انت هتنفذ. فلا افريقيا مش جاي على مستوى كاس الامم، زي ما قلت لك الوضع بيختلف تماما، وانا قلت الكلام ده وقتها ان الوضع بيختلف تماما، لان في كاس الامم يمكن حضراتكم عارفين الكلام ده، اللي قام بالانتاج في مصر مش مصر، الانتاج التلفزيوني شركات من الخارج بمستوى قريب جدا من اللي احنا قلنا عليه، كان من افضل ما يمكن، ويمكن من افضل البطولات باستثناء يمكن البطوله اللي كانت في جنوب افريقيا في تاريخ القاره الافريقيه في الانتاج التلفزيوني. تقدر تعمل مع الكلام ده، لكن في دوري ابطال افريقيا المؤشرات كلها كانت ان هتحصل مشكله. طيب
المشكله دي اعتقد مش هتتكرر تاني، يعني خلاص كل الظروف اللي حصلت فيها الله اعلم صعب تكرارها تاني. يعني ما عنديش فكره، الله اعلم. كبير قوي، خدت 3 شهور لغايه لما تم حسم الموضوع. يعني هو ما كانش لها لازمه، يعني هي تصادف بس. ما حضرتك بتقول ان انا كنت يعني ده كان تخيل، ان يا جماعه ما تعملوش القصه دي لان هيبقى عواقبها كذا، وحصل فعلا، فده كانت مصادفه مش اكتر يعني. لكن طبعا اعتقد ان لازم تكون الناس اتعظت من الدرس ده، ويمكن في مباراه واحده ممكن، لان بيبقى عنده مباراه واحده في بلد واحده يقدر يبعت طاقم فني كامل من عنده. برضو ما فيش شك ان جزء التدخلات ده حقيقي بيحصل للاسف. احنا عندنا شويه الحته دي في افريقيا، المشاكسات بالذات بين دول شمال افريقيا، ودي حقيقه. الانديه بتاعت شمال افريقيا يعني بتحصل لا فعلا بدون مبالغه اسوأ كتير من اي مكان تاني. يعني بيبقى فيه حاجات يعني مبالغ فيها جدا وخارج الاطار القوانين يعني بتتم، يعني بسبب الحاجات صبيانيه يعني، ما اقصدش ان لكن بتاثر ما فيش شك. يعني من اول الطفل الولد اللي بيرمي الكور جوه الملعب حاجات صعبه جدا يعني. وما يعني للاسف برضو ما تمش تقنينها او التصدي اليها بصوره جيده يعني. فشمال افريقيا مشكله يعني. مين في افريقيا جاهز لتطبيق التقنيه، او الدوله اللي عندها الاستعداد لتطبيق التقنيه في افريقيا؟ ولا دوله. لان انت لغايه دلوقتي انت المفروض حتى الايكويبمنت اللي كان الاتحاد الافريقي هيجيبها اعتقد كانت هتيجي من دبي، كانت هتيجي من الامارات. ففي القاره الافريقيه مفيش، يعني مفيش ولا دوله قادره انها الشركه اللي بتتعاقد معاها عشان تجيب لك الاجهزه او المعدات. طيب كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه بقياده الكابتن شوقي غريب، يعني خلاص بيستعدوا لها. انت قلت لي طبعا في بدايه حديثك ان الفكره كانت من خلالكم لما كنتوا موجودين وقتها. بس برضو عشان اكون واضح، احنا الافكار دي في حاجات كانت تقدر تقول انها افكار جديده جدا، واتكلمنا في حاجات كثيره جدا، زي مثلا حاجات ما تمتش فعلا. انا برضو كنا بنتكلم في حاجه، كنا عايزين نعمل بطوله تحت 21 سنه، تبقى اعداد لبطوله تحت 23 سنه، وللاسف برضو ما تمتش. لكن واحنا بنعمل بطوله 23 سنه برضو ما كناش احنا اول ناس، يعني ما جبناش فكره من الفضاء او فكره، لا كانت بتتطبق وموجوده في اتحادات ثانيه، لكن كان كالعاده الكاف برضو متردد يعملها او ما يعملهاش، لغايه ما تمت الحمد لله. وزي ما بقول لك النهارده من انجح البطولات للكاف يعني. الجدول الفنية والاقتصادية بالنسبة لمنظم البطولة نفسها؟ والله حسب، يعني حسب انت بتعمل ايه، يعني حسب انت الناس اللي عندك بيستفيدوا ايه. يعني مثلا انت كان عندك هنا كاس امم في مصر، استضفتها في ظروف استثنائية، انقذت الكاف بمعنى ادق، لان الكاف ما كانش عنده دولة تانية مستعدة لاستضافة البطولة، رغم طبعا الاشاعات اللي كانت بتطلع ان جنوب افريقيا وبتنافس، وده مش حقيقي. جنوب افريقيا ما كانتش اصلا موجودة في المنافسة، وحتى ما تم طرحها داخل المكتب التنفيذي ما كانش عندها ملف كامل، لان ما عندهاش الموافقه الحكوميه، فما كانش في منافسه حقيقيه موجوده. فالمفترض ان مصر تكون حققت ارباح، لان انت برضو المفروض ان انت كنت تميل على المسؤولين في الكاف، تقول لهم انا بنقذ لكم البطوله، فانت اللي المفروض تستفيد. ما تنساش ان مصر سوق كبير جدا، يعني لو تلاحظ ان في عدد التعاقدات او 30% من التعاقدات اللي تمت بعد ما تم تسميه مصر، لان انت كمعلن بتدور السوق فين، مش بتدور على البطوله بس. انت يهمك جدا لو البطوله مثلا هتقام في مصر، غير لو بتقام بدون ذكر اي بلد تاني في افريقيا. لما هتقام في جنوب افريقيا غير لما تقام في اي بلد تاني في افريقيا، في تصويت الرعاه نفسهم اللي موجودين في البطوله. انا كراعي عشان اجي احط فلوس عندك في كاس امم افريقيا، ليا تقييم على كاس امم افريقيا. التقييم ده ثابت ما بيتغيرش، يتغير امتى؟ حسب البلد اللي هيستضيف. ويمكن انا يعني برجع للنقطه اللي قلتها لك قبل كده، ان جنوب افريقيا ومصر هم اكتر من 70% من القوى الشرائيه او من القوى التسويقيه للاتحاد الافريقي. فما البطوله وتقام في البلدين دول، ده منجم ذهب. يبقى فطبعا دي بقى ترجع للمسؤولين يتفاوضوا على ايه، انا ما عنديش فكره طبعا عنها، لكن اكيد مصر استفادت كتير من تنظيم الحدث يعني. اكيد زي ما بقول لك، احنا مثلا في غينيا الاستوائيه، انا متذكر حصل نفس الموقف من قبلها باربع سنين، كانت المغرب هي اللي المفروض تستضيف البطوله، وجت اعتذرت في اخر دقيقه بالظبط، وزي موقف مصر بالظبط، ودخلت المغرب وخدت البطوله، وغينيا الاستوائيه عفوا خدت البطوله، ووقتها الكاف اتحمل اكتر من $1.5 مليون من تكاليف البطوله دفعها لغينيا الاستوائيه كمساعده يعني. انتوا اشتغلتوا، انا فاكر وقتها اشتغلتوا عشان تجهزوا مدينتين بملعبين لاستضافه البطوله. ده حقيقي، يعني احنا استوردنا النجيله بتاع الملعب، جبناها على طيارات الاوتونوف اللي هي الطيران الروسي العملاقه بتاع النقل، نقل ملعب اتنقل هو كان الزملاء، كان ساعتها عمرو فهمي اللي هو السكرتير العام السابق، ومحمد الشواربي، الاثنين دول تحديدا كان ليهم دور كبير جدا في العمليه دي. نقلوا ملعب كامل فعلا، يعني اشتغلوا مع شركه انجليزي
وكان بصراحه يعني اقنعنا الراجل بصعوبه جدا، ان يعني كنت دايما اقول له واشتغلنا عليها الحمد لله ولغايه دلوقتي الناس شغال عليها، ان الكوره في افريقيا حاجتين، تلفزيون وملعب. لو اديت ارضيه ممتازه واديت صوره كويسه الناس بتنسى كل حاجه، مش مهم بقى الكوارث اللي بتحصل بعد كده، الناس مش هتفتكر اي حاجه غير اللي بتشوفه على الكاميرا وارضيه الملعب. وهو الحمد لله يعني وقتها حياته بدا يقتنع بالكلام ده متاخر جدا، وكان في ناس تانية برضو بتساعدنا في القصه دي. فكان مهم جدا ان احنا نجهز الملعب في البطوله بتاعه غينيا الاستوائيه، وده اللي حصل. وتجهز الملعب بطريقه استثنائيه يمكن جهود الاثنين دول، وكان معاهم الشركه الانجليزي اللي كانت بتقوم بالموضوع ده. تمام. طيب فكره نظام التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم، انا فاكر مش التصفيات اللي قالت لروسيا، لا قبل روسيا كانت البرازيل. انا فاكر وقتها الاتحادات كلها كانت معترضه على نظام التصفيات او الطريقه، لان فكره النوك اوت بعد ما تتاهل من المجموعات مباراه ذهاب واياب ويتاهل منتخب، انا فاكر وقتها كانت الاتحادات معترضه على الطريقه وحتى اتغيرت في تصفيات روسيا. رجعنا ليها تاني في تصفيات 2022. مش عارف صراحه يعني هي لا انت معاك حق يعني، انت فعلا انا فاكر وقتها انا كنت 2014 كان لا، وما اصل ما تتنسيش ان احنا برضو زي بالظبط بنتكلم عن مباراه الاهلي السنه اللي فاتت، دي كانت الهزيمه التاريخيه اللي مصر تلقتها من غانا في كوماسي 6-1. المباراه دي عملت مشاكل كتير جدا، عملت مشاكل كتير جدا للاتحاد المصري، وكان في قرار من المكتب التنفيذي وقتها بعد المباراه دي على طول، لان المشاكل ما كانتش في المباراه دي بس، كانت في المباراه دي تحديدا ومباراه الجزائر اعتقد مع بوركينا فاسو لو الذاكره تسعفني. فيعني كان عندنا اكتر من مشكله بسبب موضوع النوك اوت ده، وهو زي ما قلت لك زي ما يرجع لموضوع الكاس والدوري اللي اتكلمنا فيه. كنظام بطوله ده بقى اللي انت بتقول عليه، ده بحث عن الاموال، ده مش بحث عن الفايده للمسابقه، لان التاهل المفروض تدور على اقوى 5 منتخبات افريقيه يتاهلوا لكاس العالم. عشان تأهل اقوى 5 منتخبات افريقيه يتأهلوا كاس العالم، الطبيعي ان هم يتم تأهلهم من خلال مجموعه وليس بنظام النوك اوت. مش معقوله النهارده انا اجي مثلا كمنتخب مصر اتفوق على نيجيريا وعلى مثلا غانا وعلى مثلا اوغندا في المجموعه عندي واتفوق عليهم ذهاب وعوده واجمع 12 نقطه زي ما حصل، واجي مثلا لاعب فرقه طالعه بست نقط من المجموعه الثانيه وما كنش موفق مثلا في 90 دقيقه اللي هناك، وتيجي الفرقه دي تعافر ضدي في الماتش اللي في القاهره اخرج. فبالعقل يعني ده مبدا في كره القدم دايما. فعشان كده كان في قرار بعدها في 2014 ان هم مش هيعملوا موضوع النوك اوت ده تاني، لان برده كان في يعني مشاكل كتيره جدا ومساءلات حول ليه اتعمل نظام النوك اوت ده. لكن للاسف يعني زي ما حضرتك بتقول هو هيتعمل برده في كاس العالم ده، والناس هتبدا تحس بمرارته لو لا قدر الله مثلا منتخب مصر دخل. يعني كل بلد اللي هي اللي هتتاثر، البلاد اللي هتخرج هيبداوا يحسوا بمرارته لو جيت انت في النوك اوت خرجت قدام فريق تاني، يعني فبتبقى صعبه جدا. اللي بيحدد ده فيفا ولا كاف؟ لا الاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي هو اللي بيحدد. الفيفا بيعتمدوا لكن الاتحاد الافريقي هو اللي بيحدد طبعا. كل قاره بتحدد نظام التصفيات عندها هيبقى ماشي ازاي بالظبط. طيب فده هيبقى صعب، ويمكن يعني كمان في ناس بترد رد مش فاهمه القصه، بيقول لك في اوروبا برضو في نوك اوت. النوك اوت في اوروبا ده مرحله تانية، انت بتدي فرصه تانية للاوائل المجموعات بيتاهلوا مباشره، بالعكس ده هو بيعمله كاكتر حياديه، بيديهم فرصه تانية ان هم يلعبوا بعض اللي هم التواني عشان يتاهلوا. لكن لا يعقل ان انت تبقى اول مجموعه وتبقى مستني لسه ان انت تلعب برضو في نظام نوك اوت تاني، ده صعب جدا بصراحه. طيب واحنا لسه بنتكلم قبل ما نخش في تفاصيل تانية، مسابقه دوري الابطال اقوى ولا الكونفدراليه؟ بمعيار التسويقي او بمعيار العائدات الماليه او بالمعيار الفني، لان في النهايه المعيار الفني بيدي قيمه تسويقيه للبطوله، اني اقوى؟ السؤال الازلي اللي البعض ساعات بيساله، دوري الابطال ولا الكونفدراليه؟ لا انا بصراحه اول مره يعني اسمع السؤال ده، يعني ولا لا وجه المقارنه، لا وجه الدوري طبعا دوري الابطال تتفوق في كل المعايير سواء تسويقيا سواء كمستوى فني سواء ك يعني من ناحية التنظيمية حتى، لان انت دايما بيخش عندك عدد من بنسميها الديفلوبينج او الدول لسه في اطار التطوير، تلاقي مثلا فرق من غينيا، انديه من 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 موزمبيق، انديه من دول صغيره شويه في مسابقه الكونفدراليه. ده مش موجود في دوري الابطال، بيبقى صعب جدا ان نفس الانديه دي تتاهل في دوري الابطال. فلا ما لا وجه للمقارنه بين الناديين. انت حتى اللي بيحصل ان انت الفرق اللي بتخرج في النوك اوت طوال السنوات الماضيه هتلاقي ان الفرق اللي بتخرج في النوك اوت هي اللي بتخش دايما غالبا بتحصل على اللقب، يعني في يعني الفرق اللي بتخرج من الدور القادم في مسابقه دوري الابطال هي اللي بتاخد اللقب في الكونفدراليه بنسبه كبيره. لو عملنا احصائيه او رقميه بتبقى بنسبه كبيره فعلا. ده اكيد. طيب هو سؤال قبل ما اطلع فاصل بس اخد اجابته بعد الفاصل.
فكره البطوله الافريقيه لما دوري الابطال بتزيد قيمته التسويقيه السنه عن الاخرى، والبطل بياخد رقم اكتر من السنه اللي قبلها، الزياده دي بتبقى راجعه اسبابها ايه او نتيجتها ايه؟ هل اسباب لها علاقه بالمستوى الفني للبطوله، ولا لها علاقه بحقوق البث الفضائي والاهتمام الاعلامي والاعلاني للمباريات، ولا اسبابها حاجه ثالثه غير ديت؟ اخد اجابتك بس اطلع فاصل وارجع اكمل حواري مع الاستاذ عمرو شاهين المدير التسويق ومدير اداره التسويق السابق بالاتحاد الافريقي لكره القدم. اهلا وسهلا بكم في استكمال هذا الحوار الشيق مع الاستاذ عمرو شاهين مدير اداره التسويق السابق بالاتحاد الافريقي لكره القدم، وكنت سالته على فكره زياده عائدات البث والموارد المتعلقه ببطوله دوري ابطال افريقيا وايضا الكونفدراليه، لان كل سنه بنشعر ان العائدات بتزيد، فحتى اللقب او الفائز بالبطوله المكافاه اللي بيحصل عليها بتبقى اكتر من السنه اللي قبلها او قبل الفتره اللي خد فيها البطوله مثلا من سنتين ثلاثه. ده راجع لايه او اسبابه ايه؟ هل قوه البطوله على المستوى الفني، ولا الرعاه والمعلنين او الاهتمام الاعلامي زاد للبطوله فبالتالي القيمه الماليه زادت؟ هي القيمة المالية يعني شبه معروفة من فترة طويلة من التعاقد اللي عمله الكاف قبل 12 سنة، عفوا لمدة 12 سنة على البطولات بتاعته تحديدا من 2016، واتحدد فيه ان الحد الادنى اللي هيحققه مليار دولار. بعد كده بتقوم اللجان بتقسيم المبلغ ده ازاي تصرفه على البطولات اللي هي بتاعت افريقيا. فزي ما حضرتك قلت هم كل فتره بيزودوا، يعني ما بتزيدش كل سنه، هي بتزيد كل فتره، بيحددوا مثلا البطل السنه دي هياخد مليون، لا السنه الجايه مليون ونص، السنه اللي بعدها بقى 2 مليون، ما بيزيدش سنويا، بيزيد كل فتره. يعني هم حاليا مثلا بقالهم هيمشوا على الرقم ده سنتين، ممكن يجوا كمان سنتين يقولوا اه ده الرقم ما بقاش قد كده فعايزين نزود تاني. المدخل الحقيقي انت مثلا هنا كنادي اهلي ده من زمان، من ايام ما كان البطل بياخد مليون دولار، الاهلي ما كانش بيشارك، ويمكن كابتن حسن كان قال لي الكلمه دي في مره وشرح لي الموقف، يعني عندهم كابتن حسن حمدي ربنا يديله طول الصحه، يعني فكان بيقول لي احنا الفلوس كلها اللي بناخدها من الفيفا مش منكم انتوا، لان هو كان بياخد من الفيفا حوالي 2 مليون دولار الى جانب المليون دولار بتوع بالظبط، ده لو خلص اخير، الى جانب المليون دولار بتاع الكاف. فكانت القصه كلها بالنسبه له انه ياخد اللقب، فان انت تخسر اللقب في افريقيا دي كارثه. يعني الاهلي طبعا خسر كتير جدا جدا، خسر كتير جدا جدا السنه اللي قبل اللي فاتت لما خسر المباراه النهائيه امام الترجي التونسي، امام الوداد، لان مش مهم ان انت خدت 750 او مليون دولار ان انت تاني، المشكله ان انت خسرت حوالي 4 مليون دولار، فده الرقم اللي انت المفروض تبص عليه، اللي هو الرقم اللي انت كنت هتاخده من الاتحاد الدولي لكره القدم. يعني حتى كاس العالم للانديه نظير المشاركه زاد. زاد عن الاول. زاد بكتير مقارنه بالكاف، اكتر بكتير. يعني اكتر بكتير. بقول لك حتى لو خلصت اخير انت بتضمن ان انت هتاخد حوالي 2 مليون دولار في دلوقتي. انت دايما بتتفوق على الممثل بتاع استراليا اللي هو غالبا او اوشيانيا اللي هو سيدني. عفوا اسيا بطل دلوقتي نيوزيلندا هو اللي بيخش اوشيانيا. فبتتفوق عليه، يعني ممكن توصل، ممكن لو عديت دور تاني توصل ل 4 مليون دولار من الاتحاد الدولي. ده حقيقي. طب بطل دوري ابطال افريقيا القيمه اللي بيفوز بيها دلوقتي او القيمه اللي بيحصلها مناسبه لحجم الحدث او حجم البطوله، ولا المفروض الرقم ده يكون اكتر من كده؟ والله دي معضله في الكوره عامه، يعني الامور بتتغير جدا في الكوره في الوقت اللي جاي، لان المشكله دي على فكره مش في افريقيا بس، المشكله دي موجوده كمان حتى في اوروبا. يعني طبعا بس فرق شاسع بين الرقم هنا والرقم هنا، فرق شاسع برضه بين مداخيل الاتحاد الاوروبي ومداخيل الاتحاد الافريقي. الناس كلها بتنتقد الاخوه في الاتحاد الافريقي عشان الموضوع ده، لكن في جزء من المنطق لازم نبص له، يعني لازم تبص برضه على مداخيل الاتحاد الاوروبي كام مقارنه بالاتحاد الافريقي، مداخيل الاتحاد الدولي كام، مسابقه زي الشامبيون ليج اللي هي المسابقه رقم واحد في العالم، لان انت لو قارنتها بكاس العالم اللي بيقام كل اربع سنوات، هي بتقام سنويا، هي المسابقه رقم واحد في العالم بعد الدوري الانجليزي الممتاز، اكبر مسابقه بتجيب اللي هو المسابقه رقم واحد في العالم باكتساح، اكبر مسابقه بتجيب ارباح هي الشامبيون ليج. يعني فما تقدرش ان انت تحط ده يعني الاثنين في كفتين مقارنه، ما تقدرش تقول على بطوله قيمتها اقل من 25 مليون دولار تقارنها ببطوله قيمتها النهارده تخطت ال 650 مليون دولار، ما يعني لا وجه للمقارنه خالص. فنفس الشيء بينعكس على الارباح او بينعكس على القيمه الماليه اللي انت بتجيبها من البطولات دي. برضو
انت في افريقيا مش ده ملوش علاقه بالكاف بس بتكلم في القاره الافريقيه عامه وطبعا بالتبعيه الاتحاد الافريقي، انت متاخر جدا في الاستفاده من الديجيتال بلاتفورمز ومن الاو تي تي رغم القفزه المهوله اللي اتحققت في السنوات الاخرانيه وخاصه كمان في البطوله اللي فاتت للناس اللي هناك على مستوى كفاءه، متاخر كتير جدا باللي كان المفروض توصل له في الوقت ده او الاهداف اللي انت كان المفروض توصل لها في الوقت ده. ده يخص القاره الافريقيه كلها، مش يخص بس سير العمل، يعني يخص القاره الافريقيه، يخص تقدم الاستخدام بتاع الهواتف الذكيه، الشبكات اللي هي الفور جي ودخولها للقاره الافريقيه، يعني حاجات ليها تقنيه دي دايما عندك سقطه فيها في القاره الافريقيه. طيب حضرتك كنت المنصب او التايتل اللي كنت موجود فيه في الاتحاد الافريقي مدير اداره التسويق والبث الفضائي او الحقوق التلفزيونيه في الاتحاد الافريقي. هل الحقوق التلفزيونيه او البث الفضائي حاليا اتحسن بدرجه كبيره حتى في نقل المباريات في الاهتمام بتصوير اللقاءات عن فترات سابقه؟ ده اكيد هو دايما بيتحسن ودايما بيتطور ودايما في تقنيه جديده كل شويه بتتقدم. رغم الصعوبات اللي بتواجهها حتى في الدول الافريقيه لان في صعوبات بتبقى كبيره انت ملزم بيها لان الراجل اللي بيحصل على الحقوق منك هو بيقارنك دايما بالبطولات الثانيه، ورغم ان ده كلام مش منطقي لكن ده الواقع. يعني انا لو ببيع للشبكه A او B هو بيجي يقول لي والله انت كمنتج بيجي لي من كره القدم الافريقيه اقل كتير جدا من اللي انا باخده من الاتحاد الاوروبي، ده كلام طبعا مش منطقي لكن هو بيجادل فيه، بيقدر يقول لك انا منتظر المشاهد عندي عايز يشوف نفس الكواليتي على الشاشه الموازيه للاتحاد الاوروبي اللي موازيه للاتحاد الاسيوي، رغم ان المنطق بيقول ان الكره الافريقيه بعيده تماما عن الاثنين، يعني برضه في ظلم كتير حتى للناس دلوقتي ان هي تحط دايما المقارنه دي، ده صعب جدا، ده مش منطقي، لان في جزء كبير جدا ملوش علاقه اصلا بالهيئه المنظمه. انا بقولت النجاح في التنظيم ويمكن انا قلتها، مصر هتنظم بطوله كاس الامم الافريقيه بكل سهوله لان بمنتهى البساطه مصر مستواها اعلى من اللي بيطلبه الكاف. حقيقي. جنوب افريقيا مستواها اعلى من متطلبات الكاف، وده نفس السبب اللي بيعود على اي بطوله. كاس العالم في روسيا كان ناجح جدا، لو شفت كاس العالم في امريكا لن تجد اي وجه للمقارنه بين اللي امريكا هتعمله واللي روسيا عملته، لن تجد اي وجه للمقارنه بين اللي البرازيل عملته واللي روسيا عملته وهكذا. فالبلد المنظم هي بتتحمل 80% او يمكن اكتر كمان من جوده التنظيم، وان انت تشوف بطوله ناجحه على عكس ما الناس متخيله ان الفيفا او الكاف هو اللي بينجح البطوله. البلد المنظم هو المفتاح. فلما تبقى عندك بطوله في جنوب افريقيا حتى انت بتبقى رايح مرتاح والناس متعوده على الاحداث دي، جاهزه للبطولات اللي بالحجم ده. فالنجاح زي ما بيقول لازم يقول لاصحابه، البلد المنظم هي الاساس دايما في النجاح. انا حتى ساعات كنت بلاحظ في الدول الافريقيه الشركات اللي بتيجي تنقل او تنتج المباراه كانت بتيجي من دوله ثانيه بالمعدات بالعربيه الاس ان جي او كان كل الادوات بتيجي من مكان ثاني. هو ده على طول، يعني انا زي ما قلت التقنيات اللي انت بتستخدمها دلوقتي مثلا في بطولات الانديه الافريقيه مش موجوده غير في اقل من 9 دول من ال 54 دوله، اقل من 9 دول هم اللي عندهم التقنيه المطلوبه ومش كلهم عندهم التقنيه كامله. تمام. فانت بتتكلم في نسبه يعني اقل من 20% من الدول اللي تقدر تنظم. وانت موقفك بقى من الانديه اللي موجوده من التسعة دول مثلا. بالظبط. بالظبط. او من الدول دي. او من الدول يعني دي. جنوب افريقيا مثلا واحده من الدول دي، مشكلتك ان انت بيخش غير نادي واحد من جنوب افريقيا. حقيقي. هتلاقي مثلا النادي الثاني جاي من زيمبابوي، زيمبابوي ما عندهاش، فتستعين بنفس فريق الانتاج اللي في جنوب افريقيا يروح لزيمبابوي عشان يعمل الانتاج التلفزيوني هناك يعني. طيب حظوظ الاهلي بقى السنه دي في دوري ابطال افريقيا شايفه ازاي، خاصه انت تابعت المباريات النهائيات في المواسم السابقه، يعني مباراه الترجي والوداد وشفت احداثها، لكن عشت اكتر مباراه الاهلي والوداد ومباراه الاهلي والترجي، يعني شفت الاحداث والتقارير الصله يعني عشان برضو اكون الواحد امين مع نفسه، انا مش متابع قوي للكره المحليه باستفاضه يعني، لكن الراجل اللي جه مؤخرا ده يعني فتح نفس الواحد شويه، شفت ماتشين الاهلي كان موافق فيهم جدا، شفت طبعا المباراه الكبيره اللي بتاعه الاهلي والزمالك ماتش السوبر، وشفت مباراه تانية للاهلي، فرق كبير جدا بينه، وكان يمكن ده اكد ان الاصوات اللي كانت بتطالب ان يمكن الراجل لاسارتي ما كانش موفق مع الاهلي السنه اللي فاتت، اعتقد ان هو بياكد النظريه دي، يعني لسه البشائر كويسه جدا، لسه بدري جدا ان انت تحكم عليه، دي مهمه لكن لسه بدري. البشائر يعني كويسه جدا بالنسبه للنادي الاهلي ومشجعه جدا في الفتره اللي جايه دي، فالمؤشرات اللي عندنا بتقول ان ممكن الاهلي يبقى ليه وضع كبير جدا، ان انت التنافس الحقيقي اللي عند الاهلي ما هوش تنافس محلي، التنافس الحقيقي دايما الاهلي هو دوري ابطال افريقيا، ده اللقب اللي هو بيدور عليه.
فالسنه دي انا شايف ان الاهلي عنده فرصه كبيره جدا زي ما قلت. لو مصر وفقت والزمالك كمان دخل هتبقى البطوله يعني مستواها الفني ممتع ورائع ممتع ورائع. فاعتقد ان الاهلي عنده فرصه كبيره جدا لازم يتمسك بيها السنه دي ان شاء الله، وخاصه انه يقدر كمان يحافظ على العناصر اللي عنده. يعني انت كان بتوصل لمرحله بقت عندك علامات استفهام، وده المرحله الخطيره جدا، ان انت وصلت مع لاسارتي كان عندك علامات استفهام على كل عناصر الفريق. يعني الناس اللي انت النهارده بتقول عليها نجوم الفريق زي اجاييه وزي مثلا رمضان صبحي وزي حسين الشحات، انت بتشوف لعيبه كانها بتتولد من اول وجديد، ما كانتش موجوده معاك الموسم اللي فات. فبردة فعل طبيعيه اول حاجه تغير بتتابع هو تغير الجهاز الفني، فلازم بطريقه او باخرى بتربط بالاثنين. صعب جدا ان انت تحكم على النتاج الفعلي، البشائر كويسه جدا، نتمنى انها تستمر، ولو استمرت بالطريقه دي يمكن كمان الاهلي يبقى افضل وافضل. فيعني نتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف حاجه ممتازه من الاهلي السنه دي، لانه ممكن فعلا ينافس على اللقب السنه دي يعني. طيب في جزئيه كمان مهمه متعلقه بتطوير الكره الافريقيه خلال الفتره القادمه، وكان في تصريحات لإنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي فيفا، وقال ان الفيفا بتدعم كل الخطوات داخل الاتحاد الافريقي لتطوير الكره الافريقيه خلال الايام القادمه. التطوير ممكن ياخد مساحه وقت ولا لا؟ ممكن مساحه زمنيه اقل؟ وهل الناس هتبقى سعيده ان الجاي فعلا يكون في تطوير بنسبه كبيره، ولا في عوائق ممكن تاجل او تاخر التطوير شويه وقت مع الوقت؟ هو السؤال ده زيه بالظبط زي التصريح، يعني كلمه تطوير دي كلمه مايعه جدا بيستخدموها من زمان جدا في كره القدم. انا ما اعرفش هو الراجل في دماغه ايه، يعني بيقول هنطور كره القدم في افريقيا، ايه التطوير اللي هو بيتكلم عنه؟ انا ما اقدرش طبعا اعلق عليه. شكل المسابقات الافريقيه، اشك ان المسابقات هيتغير فيها كتير. موضوع التراخيص ده مهم جدا، لو بقاله يعني خد فتره طويله جدا من الزمن، لكن مشكله التراخيص انها ما تقدرش تيجي من الاتحاد الافريقي، مشكله التراخيص انها لازم تنبع من الاتحادات الاهليه نفسها. انت النهارده بتتكلم في مصر للاسف عندك معضله ان انت تلعب ماتش واحد في الدوري بجماهير كامله، بتتكلم في وضع بقالك داخل فيه على حوالي 7 سنين 8 سنين. دي حاجه يمكن ما شهدتهاش كره القدم في العالم كله، مش في يعني النقطه سودة الحقيقه لمصر. في تسحب جزء منك في الترخيص؟ لا مش في الترخيص، هي تسحبك بره خالص لو اتطبقت عليك القوانين دي. عشان كده يمكن كان الاتحاد الافريقي بيشترط على الانديه في مصر بالظبط ان لازم يبقى في حدود، مش بس حد ادنى، ده انت كنت بتيجي في المباريات النهائيه زي ما متذكر بعد مباراه الاهلي والترجي قلنا لازم على الاقل الملعب يبقى مليان مش اقل من 50% في بتلعب في برج العرب، يا اما الملعب نفسه رخصته مش هتبقى واجبه مع الاهلي، مش هتقام مباراه مش هتقام مباراه. فانت بتعمل الكلام، طب ليه ما بتكملوش تاني على مدار الموسم يعني؟ فعامه دي مش مشكلتنا، لكن يعني عندك ازمات، وانا بكلمك في دوله زي ما بقول لك انها تعتبر كفه ميزان في الاتحاد الافريقي لكره القدم. بس حاليا الحمد لله النادي الاهلي خلاص، يعني حتى الشهاده الرسميه تم اعتمادها من الاتحاد الاهلي للاتحاد المصري والاتحاد الافريقي. في شهادات كتير جدا بتعتمد زي شهادات المدربين، انت بتقول انا عندي شهادات سيرتيفايد للمدربين، تيجي على ارض الواقع المدربين دول بيصدموا انها بعد كده ما يجي يدرب في اوروبا يقولوا انا مش معتمد. المدربين في افريقيا غير رخصه الانديه، ما هي نفس المشكله يعني. يعني انا هقول لك على حاجه، رخصه المدرب في اسيا اقوى من افريقيا، مش بس هي اقوى، انت وصلت لمرحله ان انت غير معترف بيك لا في اسيا ولا في اوروبا. يعني الرخصه اللي انت بتاخدها من الكاف اللي هي المفروض تاهلك ان انت تروح تدرب في مثلا في اسيا زي مثلا مدرب مصري يدرب في الامارات، او في كنت وصلت لمرحله انها غير معترف بيها. فانا بتكلم عشان كده ده اللي انا اقصده، لازم يكون اما ادي رخصه او ادي ترخيص لاي شيء لازم اكون دقيق جدا في تعبيري في هل فعلا الاهلي يستحق او النادي الاهلي يستحق ياخد التراخيص دي، ولا انا بعملها عشان اقيم البطوله. للاسف زي ما بقول لك في جزء كبير جدا يقع على عاتق الاتحاد المحلي، فانت مش عارف تتصرف، يعني مش عارف تتصرف في موضوع حضور الجماهير دي. لو انا في وضع طبيعي انا لا يمكن اسمح لنادي ما عندوش حضور جماهير انه يشارك في البطوله، لان درجه ان ده اللي بيحصل. مشكله الازمه اللي حصلت اللي كانت هتبقى يعني مصيبه تانية زيها زي مصيبه الترجي والوداد، سببها هي موضوع حضور الجمهور. الازمه اللي حصلت بين الزمالك وجنراسيون هي موضوع حضور الجمهور مش اكتر، هو ده اللي كان سبب المشكله الرئيسيه. يعني ازاي النادي هيلعب، وهيلعب بجمهور ولا مش هيلعب بجمهور؟ فده يعني مشكله رهيبه جدا في مصر. اتمنى ان شاء الله ان المسؤولين يقدروا يلاقوا لها حل في اقرب فرصه ممكنه، لان يعني كوره بدون جمهور يعني مفيش كوره بصراحه. ماشي، انت مسكت في معيار واحد اللي هو الجمهور، لكن الرخصه بتعتمد على البنيه التحتيه، بتعتمد على هيكله وتكوين قطاعات الناشئين والاكاديميات، بتعتمد على الاجهزه الطبيه والاداريه والفنيه والرخص اللي هم واخدينها وحاصلين عليها، العقود، الميزانيه. ف
فهي ملف كبير، بس الاهلي مش ملف كبير، احنا اللي تم ان هو اتعمل ملف مصغر، يعني اتعمل نسخه هو افريقيه. حد ادنى. اه بالظبط، زي تقدر تقول حد ادنى مصغر. بالظبط، الحد الادنى المصغر ده لو بصيت عليه على الواقع، انت النهارده كنادي اهلي المفترض، انت بدون مبالغه انت اكبر نادي في افريقيا. ده حقيقي. تقدر تسمي ملعبك في النادي الاهلي؟ يعني تقدر تقول انا ملعبي هو الملعب الفلاني؟ ده المفترض. ما هو الشرط يقول لك ايه؟ مش شرط يكون ملكك، ممكن تكون مؤجل. ايوه، لكن تقدر تسمي الملعب؟ يعني انت تقدر النهارده كنادي اهلي، اي اسال اي جمهور، اي واحد من الناس اللي قاعده معانا، اسال حضرتك حتى، تقدر تقول ايه الملعب بتاع النادي الاهلي؟ للاسف دي، يعني بقول لك دي مشكله كبيره. يعني انا مش عايز نتخدع في حاجه، الرخصه اتاخدت، الف مبروك، المهم ان احنا نقوم بشغلنا. نقوم بشغلنا. ان النهارده الناس بتتكلم عن حاجات، وده للاسف وضع غريب في مصر، بتتكلم عن احلام وابني استاد الاهلي اللي هو حلم جمهور النادي الاهلي من اكتر من 20 سنه، للاسف الشديد ما تطبقش على ارض الواقع. طب الناس اللي هتبني استاد دي مش تعرف الاول ان في جمهور هيحضر في الاستاد؟ ف يعني بقول لحضرتك تاني، اعتقد الاساس، انت بقالك 8 سنين، فالله اعلم. لا لا لا، اللي جاي هيبقى افضل. لا ان شاء الله. مش عايزين نتشائم ان شاء الله. المشروع فيه جزء استثماري وفيه جزء، لان كمان الدراسات اللي موجوده واللجنه اللي مسؤوله عن هذا المشروع عندها كمان خبرات، لان هي اشتغلت على الجزء ده. هيفرق كتير جدا. هيفرق كتير جدا. بتتكلم بقى على ناحيه التسويق، ده نقله نوعيه يعني. وبعدين خاصة ان النادي الاهلي من حظه الكويس ان رئيس النادي الاهلي جاي من خلفية تسويقية، فهو عارف قد ايه مشروع زي ده ممكن ينقل النادي نقلة تانية خالص يعني. طيب، المستوى الفني لكرة القدم الافريقية هل تطور ولا شايف المستوى متأخر شوية؟ يعني هي تطور او ما تطورش، دي برضو نقطة غامضة يعني، ما تقدرش تقول ان هو ما بيتطورش، اكيد بيتطور من سنة لسنة، اكيد بيبقى فيه افضل. لكن هل ده المستوى اللي انت ممكن تقول ان ده اللي انا عايز اوصل له، او دي الاهداف اللي انت حققتها؟ الناس هي اللي تجاوب عليها، اللي حطت الاهداف دي. هل انت بقى عندك سيطرة اكبر على عدد اللاعبين الافارقة اللي بيخرجوا لاوروبا كترافيك بلايرز، بيتعاملوا بالظبط كالعبيد، او تقدر تستفيد منهم افضل في القاره الافريقيه؟ هل قدرت تحل المشاكل دي؟ في شويه خطوات يمكن في الاتحاد الدولي بعيدا عن المشاكل الثانيه اللي هي الجزء السياسي المبهم في الاتحاد الدولي، لكن في شويه خطوات بيتم التعامل معاها. عفوا. وبالذات في النقطه دي، في نقطه ان انت تحاول، ودي نقطه كويسه جدا، نقطه ايجابيه جدا، ولو انها يعني هتفتح عليهم يعني صراعات كبيره جدا مع انديه اوروبا، ان هو عايز يقلل عدد اللاعبين المعارين في الكره الاوروبيه. دي فعلا لو تمت هتبقى خطوه كبيره جدا جدا، لان انت النهارده وصلت الانديه زي تشيلسي، نادي عنده اكتر من 60 لعيب معار، 60 لعيب معار، لدرجه ان انت لما بتكلم المدير الرياضي للنادي بدون مبالغه، هو في لعيبه ما يعرفهاش من اللعيبه بتاعته اللي هي معارين بره. وانا تصادفت مع احد الانديه الكبيره في انجلترا، يعني كنت بساله على لعيب تحديدا، لعيب افريقي من كذا، ففوجئت، الراجل ما عندوش فكره خالص عن الراجل ده، يعني الراجل عنده، هو بيستثمره، هو الموضوع اتحول بالنسبه لهم الاستثمار، هو بيجيب الولد وبيشتريه بثمن بخس، وبعدين بيطلعه عنده من الاكاديميه، يعيره النادي تاني، نادي تاني في الدرجات الاقل او في اي مكان تاني في اوروبا، ويحاول يسوقه ويجمع منه اكبر قدر من المال. والله الولد نجح. طبعا بيتابعوه، في سكاوتنج بيتعمل عليه اول باول، ما نجحش اهو بياخد من وراه فلوس اكتر من اللي هو حطها فيه. عشان كده في بعض الانديه الكبيره في اوروبا توقف قيد ليها بسبب الموضوع ده. بسبب الاجراءات. ما كانش بسبب الموضوع ده، كان بسبب الاجراءات. لكن هو دلوقتي بيتدخل لدرجه ان هو عايز يحدها تماما، يعني عايز يقلل العدد ال 60 ده، ينزل بيه المرحله انه يوصل لغايه بعد كذا سنه 6 لعيبه. دي لو اعتقد لو تمت هتبقى يعني مرحله مهمه جدا جدا، وتفرق كتير جدا جدا في اوروبا. هتتم مش هتتم الله اعلم يعني. طيب، بالمناسبه وانت معانا وخبر يعني كويس عشان اناقشك فيه واسمع رايك فيه، الاتحاد الافريقي اعلن التصنيف الرسمي للفرق اللي هتشارك في دوري الابطال ودوري ابطال افريقيا قبل سحب القرعه غدا ان شاء الله. التصنيف كما اكدنا في وقت سابق، يعني طبعا فريقي الزمالك وجنراسيون فوت السنغالي موجودين في التصنيف الثاني، زي ما انتم شايفين قدامكم على الصوره اهي، توتال كاف تشامبيونز ليج درو اللي هي القرعه 2019 2020. التصنيف زي ما قلنا لكم، التصنيف الثاني في الزمالك وجنراسيون فوت موجودين في التصنيف الثاني. التصنيف الاول الترجي التونسي حامل اللقب، الوداد المغربي، مازيمبي الكونغولي، الاهلي المصري. التصنيف الثاني النجم الساحلي التونسي سان داونز الجنوب افريقي، الرجاء المغربي، وزي ما اتفقنا الزمالك او جنراسيون فوت السنغالي. التصنيف الثالث اتحاد الجزائر، زيسكو الزامبي، فيتا كلاب الكونغولي، الهلال السوداني. التصنيف الرابع بريميرو دوغوغوستو الانغولي،
بلاتينيوم الزيمبابوي، بترو أتلتيكو دي لواندا الأنجولي، شبيبة القبائل الجزائري. هذا شكل التصنيف للأربع أو 16 نادي اللي هيتم تقسيمهم على أربع مجموعات. غدا بإذن الله القرعة هتكون في حدود الساعة 7 مساء في إحدى الفنادق هنا القريبة في مدينة 6 أكتوبر. تم تحديد الشكل والتصنيف، هيتم سحب بقى الأول اسم كل نادي من الوعاء ووجوده، هل في المجموعة A ولا B ولا C ولا D، ثم يتم سحب القرعة بالتناوب بين كل وعاء في التصنيف الأول ثم التصنيف الثاني ثم التصنيف الثالث أو التصنيف الرابع، أو بالأدق هي بتبدأ بالتصنيف الرابع حتى التصنيف الأول، عشان ده بيساعد أو بيساهم حتى في ترتيب المباريات داخل المجموعة. أستاذ عمرو تعليقك. يعني هو زي ما قلت حضرتك، هو التصنيف ما فيهوش اي نوع من الاجتهاد، يعني هو حتى الاخوه الاعلاميين هنا في مصر كتير جدا بيبقوا مجتهدين بيتوقعوا، لان هو عمليه حسابيه ما فيهاش اي نوع من التدخل البشري، يعني مش موجود فيه، عمليه حسابيه هو ممكن يقوم بيها من قبل ما يتم الاعلان التصنيف وبتتفق معاه في الاخر يعني. فمتوقع، واعتقد ان الاربعه اللي هم في البوت ايه اللي هو التصنيف الاول منطقيا برضو هم دول الاربعه المرشحين الاكبر لللقب يعني بتاع البطوله. طيب صادفت معاك في مره وانت موجود في احدى البطولات الافريقيه سنه 2000، كانت نيجيريا وغانا، وساعتها كنت مدير مجموعه لاحدى البطولات. انا فاكر كان موقف طريف، يمكن كنت حكيته مره قبل كده، او المعاناه في فكره، انا عايز اوصل للناس رساله ايه، ان الناس اللي بتشتغل في الكاف او بتشتغل في المنظمات الدوليه الخاصه بكره القدم، مش الفكره ان هي بتشتغل فالامور بسيطه وسهله، لا، انت ممكن تتعرضوا لظروف او مواقف خارج مصر مثلا في دول بتبقى صعبه جدا. بطولة نيجيريا وغانا اعتقد انت تعرضت في موقف حصل في هذه البطولة. والله البطولة بتاعت نيجيريا وغانا دي يعني كان سنة 2000، دي كان اول بطولة كبيرة احضرها، في يعني اول بطولة كبيرة، اول بطولة يعني كبطولة بالحجم ده، اول نسخة كاس أمم على البعثة الرسمية للكاف يعني. كنت تواجدت قبل كده بس بطريقة غير رسمية يعني، وكان من حسابي الشخصي يعني، لكن دي كانت اول مرة على البعثة الرسمية للكاف. فالبطوله دي لوحدها ممكن يتالف عليها كتاب يعني. شفنا حاجات حقيقه من اصعب ما يمكن. يمكن كنا وصلنا، كان في انقلاب عسكري، كان وقتها نيجيريا بيحصل فيها انقلاب عسكري كل فترات متقاربه جدا، كان الوضع صعب جدا يعني. ف يعني انت متخيل مثلا لما لعيبه الاهلي الاجيال اللي شرفتنا في سنوات سابقه، او منتخب مصر او نادي الزمالك او نادي الاسماعيلي، او كل واحد فيهم راح 3-4 مباريات بره في افريقيا، فبيحكي عنها. احنا بنعيش القصة دي يمكن طول عمرنا يعني. الواحد حتى بيشفق على الزملاء في الاتحاد، لان انت بتواجه مخاطر كتيرة. مفيش طبعا حد فيهم ما جالوش ملاريا، مفيش حد فيهم ما تعرضش لمواقف صعبة من دي. فشفت العجب، لكن كان الموقف ده كان غريب جدا، ان احنا كنا رايحين نحضر، كان عندنا مباراة الافتتاح بتاعت المجموعة، كانت نيجيريا بتحضر في مباراة الافتتاح في ليجوس في وسط حوالي 65,000 متفرج، وكانت الكرات بتاعت البطوله وصلت بالليل، وهم كانوا عاملين حظر تجوال. فروحت استلم الكرات، واحنا كنا كلنا مثلا في اتحاد افريقيا حوالي 16 واحد يعني. هو الراجل كان متوقع ان احنا نعمل كل حاجه في الدنيا، فبعتوا معايا اسكورت او مرافق يعني، مرافق امني، وعربيه نص نقل تاخد الكرات، وخدناها من المطار. واحنا راجعين على الاوتيل وقفتنا واحده من بتوع الجيش في الطريق، والراجل اتفاوض معايا على حاجتين، ان هو عايز فلوس وعايز الكرات. فقلت له انا كل اللي معايا مبلغ، انا متذكر وقتها كان حوالي 500 دولار. فاخد الفلوس قال لي طب وانا هاخد بالباقي كور. فما سالت، لفيت للراجل المرافق اللي جنبي اللي هو المفروض ان هو جاي يحمينا، فبقول له دي كور بطوله يعني هنعمل. قال لي والله يعني ده يعني زي قائد الكوماند بتاعه ودرجته في الجيش اعلى من فانا ما اقدرش اعمل معاه حاجه. قال لي يعني لا تسيب له الكور، لا هسيبك انت معاه. فقلت له هو ممكن يتفضل ياخد الكور، مفيش اي مشكله خالص، والبطوله مش لازم. براحتكم يعني. وفعلا جات الكور تاني يوم، شحنا الكور تاني بالنهار، لان كان نيجيريا في وقت ده كان ممنوع اصلا الطيارات توصل بالليل، وحظنا يعني اللي مش لطيف ابدا الطياره وصلت بالليل يوميها، لان هم منطقه المطار كانوا بيعتبروها منطقه يعني خطره يعني. فروحنا جبنا الكور الصبح، لدرجه ان احنا كنا، انا مش هنسى، كنا بنملى الكور في محطه البنزين لغايه قبل المباراه بساعه ونص يعني. ده موقف يعني مواقف، كان في مواقف اصعب من كده وكتير يعني، لكن كمان اصعب من كده؟ طبعا في كذا مكان. كل رحله، كل يوم في الكاف كان بيبقى يوم جديد يعني. فالحمد لله يعني، ربنا عدى على خير الحمد لله. بس الفكره انا عايز اوصل رساله او صوره للمشاهد، الناس اللي بتشتغل في الحاجات اللي زي دي ما بتبقاش الامور سهله. الناس فاكراها ان هي سفريات ورحلات
لا لا ده فيها صعوبات يعني، السفر في حد ذاته اصلا صعب جدا داخل القاره الافريقيه، وبتبقى فيها مفاجآت بتحصل لك وانت مش متوقعها اساسا. استاذ عمرو انا بشكرك شكرا جزيلا، يعني استفدنا قدر الامكان بوجودك معانا النهارده، وحاولنا بس نسمع منك كمعلومات مهمه للمشاهد يستفيد بيها قبل اجراء مراسم قرعه دوري ابطال افريقيا بكره. وبالتاكيد الكره الافريقيه فيها تفاصيل كتير هنسمعها كتير اول الفتره الجايه ان شاء الله. ويعني بشكركم جدا وبشكر جمهور النادي الاهلي وجمهور كله اللي بيتابعكم، وبالتوفيق دايما، وانا استمتعت باللقاء جدا، واتمنى يعني اكون كنت ضيف خفيف عليكم ان شاء الله. اولا ضيق الوقت كمان، كنا خدنا كلام اكتر من كده كتير. الله يخليك، الله يخليك، شكرا جدا. شكرا جزيلا يا استاذ عمرو. حلقه كانت مميزه بصراحه، تحديدا في فقرتها الاولى والثانيه، الفقره الحواريه مع الكابتن عبد الله فاروق والحديث عن ذكريات في النادي الاهلي، وايضا الفقره الاخيره مع الاستاذ عمرو شاهين مدير اداره التسويق السابق في الاتحاد الافريقي. حديث مهم جدا، لان الكوره زي ما قلنا لكم، الكوره مش فكره 11 قصاد 11 في الملعب، لا، في تفاصيل متعلقه بلوائح وتراخيص ومسابقات ورعاه وبس فضائي، حقوق تجاريه وحقوق بس فضائي، امور كتيره جدا عشان في النهايه تشوف المنتج اللي انت بتتفرج عليه ده تبقى مستمتع وبتشجع فريقك. في النهايه النادي الاهلي ان شاء الله بيبدا من بكره غمار منافسات جديده في البطوله الافريقيه، قرعه دوري ابطال افريقيا، ايا كانت الانديه او الفرق اللي هتكون مع النادي الاهلي، النادي الاهلي هدفه في النهايه البطوله، البدايه جيده ان شاء الله بالامكانيات اللي موجوده، جهاز فني، لاعبين يقدروا يحققوا التارجت او البطوله، لان البطوله الافريقيه دايما هي المقياس بالنسبه للنادي الاهلي، وان شاء الله البطوله السنه دي تكون من نصيب النادي الاهلي. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي على خير بيكم باذن الله في برنامج الاهلي الليله في حلقات اخرى قادمه.